صاب الحضارة وصاب الاقتصاد وصاب التجارة وصاب السياسة وصاب اليمن بكلها طبعا. الكل طبعا ساهم، الكل نبغى دعوة كريمة لعامة التجار البقية. في خضم ما قد قاموا به من إنجازات، نرجو أن يحذو حذوهم جميع التجار وجميع رؤوس الأموال في المنطقة لدعم طبعا المنطقة بما أمكنهم من إمكانيات ومن مشاريع استثمارية، باعتبارنا نمر بظروف حرجة وعدوان على البلاد أدى إلى صحة الموارد بشكل عام الجمهورية اليمنية. بارك الله فيك، شكرا لك.